هو يا فندم وش واضح جدا، دي الكاميرا الاماميه للعماره اللي قدامه، بس هو بيبان اكتر في الفيديو التاني. دي بقى كاميرا البنك اللي ورا عماره وجيه، والفيديوهين قبل البلاغ من مجهول بيوم. استنى كده يا فندم، والله هو وش واضح اهو. هو طبعا اظن بقى يا فندم ده دليل كافي لاصدار امر تفتيش وضبط واحضار، مظبوط؟ الحقيقه يا رمزي انت والرجاله عملتوا شغل عظيم، طلع لي بقى التفريغات واطبع لي كل الصور ولم لي كل التحريات اللي عملناها عن الشغاله وجوزها الفتره اللي فاتت. نتقابل عند العربيه كمان 5 دقايق. تمام يا فندم. ايوه يا سربيه.